كلمة بهذا البرنامج قلت لطاها المفروض تنطيني خبر هسه لا وما عندي مشكلة ويا الولد بس اكمل مش كم يوم قاعدين سوا والله اكمل المروح اربطها بغير سؤال لا تستعجل زين قلت طاها المفروض تعطيني خبر من تجي قناة السومرية لان انا بيها زين وانت جيت هسه ارتكبت نفس الخطأ يا خطأ مع الزميل حسام الدراجي اللي يعمل بقناة افاق وراح تاخذ مكانه بحسب معلوماتي حلو. دون ان تتصل بحسام حسب تصريحك على طه شنو حسب تصريح انت قلت طه المفروض بالسومريه يبلغني من يجي من اجي اي اجي هو والكادر مالته انت متفق مع افاق ما مبلغ ما متفق لا خايف ولا مستحي باع اللاوي عندي ثلاث عروض اليوم انا عندي ثلاث عروض جاني ندرسها طبعا انا متفق مع افاق مو رايي الزميل حسام الدراجي حكى انا غلطان ومتوهم بالمناسبه خليني اقول لك شغله تحياتنا للزميل حسام الدراجي ترك العمل صار ليش قد بافاق يعني يمكن شهرين او اقل ما اتذكر بالضبط مو لو اكثر علي صار له 3 اشهر قاعد هذا واحد جيد. اثنين شفتنا انا طلعت بشاشه افاق تلافة شنو المشكله ذا اليوم صار شاغر بصراحه اليوم ذا يصير شاغر يمكن بالفرات بس ورا 3 اشهر 4 ها من اشوفك ما عندك رغبه ترجع جوز اشتغل بمكانك نفس الحال انا اذا موجود باسيا واترك العمل وما اريد ارجع ها ركز لي ما اريد ارجع وانا قدمت استقاله حسام بطلوا له هو قدم استقاله منين حسام الدراجي من افاق ايه والله المعلومه اللي اعرفها انه حلوا الكادر كله شنو حلوا يعني بطلوه منو حرب يعني اقالوه اي قال لي ان حيدر لا لا بس خليني اكمل نزل بالفيسبوك بس اكمل قال انه قدمت استقاله يعني انا احكي بالنيابه عن حسام لي انحكى في هذا البرنامج زين قال وصلوني لمرحلة تقليص كادر المصورين تعبانين جابوا لي مدير ما يعرف شيء بالإدارة والإعلام لأن أخوه حيدر محمد راح ينطي البرنامج أولا حيدر محمد ما يحتاج يجي مدير هو أخوه ويشغله بالقناة الفضائية تدري ليش علي لأن أنا أقدم منه بالإعلام هذا واحد اثنين علي أنا قلت لك بنهاية 2006 واعتبر نفسي بال 2007 بلشت بشكل فعلي زين تمام بالاعلام احسب من 2007 واحنا بال 22 صار ايش كم سنه؟ احسب لي انا علي واي هسه نروح نحسب هسه هو ايش وقت اشتغل بالاعلام؟ هذا واحد، اثنين انه اني قبل اخوي ايش وقت استلم القناه؟ صار له كم شهر مو؟ ماني صار لي سنوات اشتغل اشتغلت قلت لك وبالسومريا واسيا وقبلها الوطن وهسه اليوم موجوده عروض ثق بالله كنا نشتغل باسيا وتجينا عروض ورفضناها لان كنا مرتاحين ومستقرين باسيا تمام؟ فاللي صار وتحياتي للاخ حسام الدراجي يمكن الكلام اللي ذكره بالبرنامج انه من نسج الخيال من نسج خياله زين انه انا اجيت وشنو الضير اذا اشتغلت بافاق صدق علي لا ما عرض ما في شيء شنو الضير صدق والله الاعلامي إيه بصراحة الاعلامي يجي عرض ذا يناسبه يشتغل فضائيه عندهم شاغر ما عندهم برنامج رياض شنو المشكله اذا اشتغلت وياهم المشكله اذا كان انت سبب بتبطيل الكادر اللي قبلك ثق بالله العظيم والله العظيم يا ابو علي خلي اقول لك شغله الزميل حسام الدراجي من قعد من المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية 4 اشهر هو كان قاعد بلش ثاني في برنامج الملعب على قناة آسيا تمام اجيت قاعد قلت له حسام ليش قاعد والله العظيم ولو اتمنى لو كانت الحلقة قبله كان سالته هذا السؤال زين حسام تجي قال انا بلش وياك واشتغل قلت له انا وياي عباس هندي قال تمام اشتغل ما طول شهرين لو عندي مال قطعان رزق انت مو تقول قطعان رزق لو عندي قطعان رزق ويمكن هذه حتى مسؤوليه ويمكن ذمه علي قبل لا ينتهي الشهر هو بطل ترك العمل كان اقدر اقطع الاخر ايام من الراتب وما قطعته وكان مطالبني بزياده وسويت له زياده راتب بالقناه والاداره سلمت الزياده واستلم راتب الزياده وهو مبطل شنو قطعان الرزق بعد اقدر اصعد لاداره القناه وانا مدير والاداره التقبيه لا علي مو اكو بعض وانا بدايه الحلقه ايش قلت لك؟ قلت لك انا ما اندق بواحد خاصه الاعلاميين. ليش؟ لان زملاء عيب. احنا ننشر غسيلنا قدام الناس ونطلع قصص واطلع علي سالم سوى كذا وعلي سالم سوى كذا، عيب هاي السوالف. كافي. انا املي نفسي، اثقف نفسي، اشتغل على نفسي، اطور نفسي، خلاص. ما ادور هاي سوالف فلان وسوالف فلان، وهاي سوالف مال العجايز خلينا نتركها كافي. والله العظيم علي بصراحه. بطل الولد من القناة خلص أنا اشتغلت ياهم هاي واحد اثنين والله العظيم عندي ثلاث عروض بس أنا ما أقدر أشتغل بهاي الفترة زين هسه راح ينتظر شو وقت أبلش وبلكي يصير آفاق أنا ما متفق ياهم تدري ليش
حتى اذا صار اولا يجوز هو يرجع هذا واحد، اثنين هو مبطل منعتهم، ثلاثه ماكو داعي ان هو يذكر هذا الموضوع، وهذا اعتبره اساءه وتسقيط لا اكثر ولا اقل. الرجل نزل بصفحته بالفيسبوك بصفحه البرنامج والزملاء اللي وياه كادر العمل، وبالمناسبه كلهم تربطنا بهم علاقات اخويه وعلاقات طيبه، هو اشتغل وياي وانا يعني مع الاسف والله هذا الكلام اللي يصدر منه. عندك قلنا انت متوهم وغلطان. عندك ثلاث عروض؟ عندي ثلاث من بينهن آفاق. خليها مفاجاه علي. والله إيه؟ والله راح تكون مفاجاه طبعا ان شاء الله. منو الاقرب؟ شنو الاقرب؟ الحيدر. الاقرب بعد شهر رمضان لو شنو؟